الصوجة حبوب وكذلك الصوص. نعم. لان هي اللي تستعملوا بزاف. دابا كاين الحليب. الحليب ديال الصوجة شحال خايب. ما زوينش بزاف في المذاق، مي بون غادي نتكلموا على الصوجة، على المكونات ديالها، على الفوائد ديالها، وعلى السلبيات اللي كاينين ديال الصوجة، لان الناس ولاو سيتناولوها بطريقة كبيرة جدا ظنا منهم انها 100% مفيدة للاجسام ديالهم. فالصوجة هي نبتة ممكن ناكلوها مقلية، ناكلوها كونسيرف، ناكلوها خضراء في سلطات، وكذلك على شكل صوص. شنو هي الصوجة سي نبيل عياش؟ هي واحد الجملة شرتيها زوينة، بصبحوا الناس يتناولوها بزاف وصبحت موضة. هي ما كانش داخلة في التقاليد المغربية بتاتا. مزيان. ألوغ أنا بغيت نعرف علاش، علاش هاد الناس ولاو تيتناكلوها تيتناولوها؟ وفي إطار الانفتاح على المطبخ العالمي. مزيان. وفي إطار الانفتاح على البلدان. مزيان. ولكن هل الانفتاح يعني تعويض أغذية مغربيه باخرى اجنبيه؟ لا احنا ما تنتكلموش على تعويض، حاشا، احنا تنزيدوا. الصوجه دابا الان ولا تتعوض اغذيه اخرى، مثلا الفول، مثلا البوا كاسي، مثلا الجلبانه. علاش يصوبوا بها بصره؟ الناس في عود ما غياكل مثلا القطنيه تيقول لك غناكل الصوجه، الوغ سان غين افواغ. لا الصوجه اصلا ما دخلش في يعني في التقاليد الغذائيه ديالنا كوجبه رئيسيه، بل هي غير مكون في الغذاء ديالنا. الناس دابا مشاو في الاتجاه ديال الصوجه. الصوجه الصوجه الصوجه، يعني لا صوص دو صوجه، لولي دو صوجه، بروتين هذا دو صوجه اكسترا. مزيان، ايه ناكلوا الصوجه ما عندناش مشكل، ولكن هاد الصوجه هادي اللي غادي تجي خصنا نعرفوا بان هي منتوج اجنبي، يعني جايه من دوله اخرى. احنا ما عندناش مشكل يعني باش ندخلوا غذاء او اخر لهذا اخرى، ما عندناش مشكل، ولكن المشكل تصبح من تيولي هذاك الغذاء طاغي على الاغذيه الاخرى، يا اما طاغي او الناس يعتمدوا عليه وكانه غذاء سحري. الان دابا الناس مشاو للصوجه الابعد من هذا. تخيل ان الناس الان بعدوا من الحليب العادي ومشاو تيشربوا الحليب ديال الصوجه. لما أنا يعني في إطار، أنا نقول لك في إطار النصائح اللي تنقولها حتى في كل ثمان. نعم. نبعدوا على كل ما هو حيواني ونعوضوه بكل ما هو نباتي. فالحليب ما يمكنش نعوضوه بحاجة أخرى من غير حليب الصوجة. مزيان. واخا، واش حنا عارفين هذاك مصدر الصوجة منين جاي؟ لا، حيت تقدر تكون موديفيجينيتيكمو. ولكن الصوجة أصلا ما تتزرعش هنا في المغرب؟ الأغلبية الصوجة جاي من أمريكان والبرازيل. واضح. إلا كانت موديفي جينيتيكمو، إلا كانت الصوجة ماشي موديفي جينيتيكمو، مزيان انا ناخذها. ولكن الا كانت موديفي جينيتيكمون راه تقدر تكون. باش نقدروا نعرفوا؟ ما يمكنناش نعرفوا، داكشي علاش نقول لك انا علاش. الا غادي ندخلوها مره باش نتناولوها باش ندوقوها ماشي مشكل، لان عندها فوائد. هذا ما تعنيش انني تنقص من قيمه الصوجه. واخا قلنا الفوائد ديال الصوجه شنو هي، كنا متاكدين من المصدر ديالها ولا كليناها بحال هكا معلبات او لا حبات بحال هكا فوق شلاده ولا؟ اولا انها غنيه بالبروتينات. يعني سي دي بروتين فيجيتال. هذه النقطة الأولى. بحال الفول. داكشي علاش الآن ولات، لا الفول أحسن منها. الله يخليك يا سامية. الله يخليك باش نتفاهموا. لا علاقة. لا مجال للمقارنة. ياك. ما بين الفول. حيت الفول تيقول لك نقدروا نعوضوا به. ما يمكنناش نعوضوا الصوجة بالفول. واضح. ولا عفوا، ما يمكنناش نعوضوا الفول بالصوجة. نهائيا. واضح. المهم الصوجة دابا بروتينات نباتية. دونك كيفاش أنت هذوك؟ واخا. كاين اللي تياخذ الصوجة تيقول لك مزيانة مالين السكر. الوغ الصوجه فيها بروتينات ياك، فيها دهنيات نباتيه، هذو نقط اللي هي مزيانه، فيها الياف غذائيه. دابا هاد مزيانه للمولين السكر، مزيانه للمراه الحامله، مزيانه للناس اللي فيهم السرطان، مزيانه للناس اللي عندهم القبض، هي اللي ما بغيتش انا. مزيانه لكل شيء. علاش؟ لان ملي تتولي واحد الغذاء عندك انت بالنسبه لك غذاء سحري، هنا تيتخسر كل شيء. الصوجه الناس خصهم يفهموا بانها غذاء عادي جدا. اجي ولا قلت الفول مزيان للمولين السكر؟ ما كاينش شي حاجه مزيانه ولا ما مزيانه. لا بس اي حاجه، يعني الفول مزيان للمولين السكر هي ما غنتقبلهاش، البيصاره مزيانه ما غنتقبلهاش، يعني اي امور عندها النقط الايجابيه وعندها النقط السلبيه. فملي تنهضروا على هذه الصوجه بطبيعه الحال عندها المكونات الغذائيه ديالها، فيها المغنيسيوم حتى هي، فيها نسبه مهمه من الكالسيوم، فيها كذلك نسبه من السكريات، فيها الياف غذائيه الى اخره. ولكن انا غير ما بغيتش الناس يدخلوا في الخانه ديال انهم يبداو يعتمدوا عليها كغذاء رئيسي ويبداو يتناولوها بشكل كبير، لان الان في اوروبا صبحوا الان، واكيد انها غادي تدخل المغرب، صبحوا الستيك فيجيتال
هذاك ستيك فيجيتال ولا همبرغر فيجيتال. هذاك الهمبرغر فيجيتال منين جاي؟ هذاك لو ستيك فيجيتال مصايب بالصوجا حيت الصوجا ملي تتطحن شنو كاين كاع الناس اللي تيديروا شي امور الله المهم يمكن في المغرب ما كايناش ولكن سوغ لو بلون اندستريال بعدا في اوروبا وفي الغرب كاين هذه المساله هذه ان هذوك لي ستيك اشي اللي تيشريو الكفته اللي تتشرى من لي غروند سيرفاس تيقدروا ملي تيمشيو ملي تتقرا في المكونات ديالها تتقرا فيون داشي وتتلقى صوجا تيخلطوا الصوجا مع اللحم ومزيانه لكن الصوجه الماده النباتيه ولكن ما كنتش انت شاري اللحم واكل الصوجه اسيدي اللهم الصوجه ولا حاجه وحده لا ولكن الا كانت موديفي جينيتيك المشكل سي با بون دابا راه عندك حيت بحال دابا المايس راه بروبليم المايس امبورتي لان كاين هناك مايس اللي هو موديفي جينيتيك حنا ما تنقدروش نعرفوا بعض الاحيان دونك اي حاجه معدله وراثيا صحيح ان كاين هناك الان باقي كاين هناك نقاش ولكن اكيد ان كاين هناك مشكل ديال هاد الاخ ديال معدله وراثيا لهذا فالناس باش ما نكثروش بزاف على الناس الصوجه مزيانه ممكن اننا نتناولوها مره باش نبدلو شي شويه غير ما نبقاوش نديرو منها وكانها غذاء سحري غذاء عجيب انا تنظن السي نبيل العياشي بان لحد الان وانا يعني كسيده مغربيه زعما عارفه شنو واقع حتى هي سيده حدايا الصوجه داخله كمكون كمكون اللي تنضيفوه على بعض الاطباق باقا لحد الان ما وصلناش تكون مكون رئيسي نتمنى علاش لان بشينا فتح نعم باغ كونتخ صوص صوجا حاضره بقوه تنستعملوها بزاف واش لا صوص بعد ما فهمناش الصوجا بيضاء حبات بيضاء صوص صوجا كحله واش صوص صوجا نيس هذيك واش عمرك قريتي لي زانكريديون لا شتي انا في كل المشكل عرفتي غنديروا حلقه على لي تيك تاج ياك باش نبقاو نعرفوا دونك خاصني نمشي نشوف ما غاديش ما تكونش غير الصوجه اللي كاينه في هذيك ياك بطبيعه الحال ما كايناش غير الصوجه دونك وصوص الصوجه واش شي حاجه مزيانه ولا لا مزيانه ما مزياناش يعني كوم صوص ماشي مشكل ما عندناش مشكل ممكن اننا نزيدوها غير اننا تنرجع دائما للمصدر ديال هذيك الصوجه باش مصايبه هذيك لا صوص ما يمكنش لينا ناكدوا منه شوف احنا ما يمكنناش نبقاو نحرموا ولا نحلوا في الجانب الغذائي باش نتناولوها نتناولها مره في الاسبوع ولا مره في الشهر غير ماشي مشكل ياك. ولكن باش تولي ك مساله اللي خاصها تكون بشكل يومي في الشلاضه انا ندير هنا ما خاصها تكون شكون وهنا غنقول لك ان الخل ولا الحامض والزيت البلديه احسن بكثير طبعا ماشي ماشي شي واحد من غير السينابيل عيش اللي غيقول عكس دونك بالنسبه للصوجه هي عباره عن بروتينات نعم مزيانين تتعاوننا في بزاف ديال الحالات المرضيه خصوصا في مشكل ديال لا دي نوتريسيون مزيانه بالنسبه للرياضيين مزيانه كذلك حتى بالنسبه للمراه الحامل لانها تتعاونها باش ما نطيحوش في هذا الفخ هذا ولكن انا اللي تنبغي نقول ان من 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 ما نتضروش منها وكانها غذاء اللي هو سحري غذاء اللي يمكن يصلح مجموعة المشاكل حتى بالنسبه للحليب الصوجه يعني ما نبقاوش ندخموا من الامور بشكل كبير الناس اللي بغاو ياخذوه فقط من اجل انهم ياخذوه الله يجيب تيسير ما عندناش مشكل ولكن الناس اللي تياخذوه على اساس انه عباره عن حليب سحري اللي ما فيه حتى شي مشكل يعوض الحليب العادي ما خصناش ندخلوا في هذا واضح اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال صدر الدجاج بالصوجه فقط غادي تحتاجوا صدر الدجاج شويه ديال الخيزو شويه ديال الفلفله حمراء صفراء وخضراء البصله ثلاثه معالق كبار ديال الصوجه شويه الخل النشا الثومه دمت البنه ديال الدجاج سكينجبير كمون كوري قزبر يابس ابزار ملحه وزيت التحمير تنقطعوا صدر الدجاج شرائح طويله وتنقليوها مع سكنجبير والثومه تنزيدوا عليها الشرائح ديال الفلفله بالالوان كاملين هذا بحال الشكل ديال الووك بحال الشكل ديال الووك سهل في التحضير وغني فيه بزاف د الحوايج لاحظتي البصله الفلفله كل شيء الجزر كذلك نديروه اون جوليان دونك قلينا شرائح الدجاج في الزيت مع شويه سكنجبير راه غير شويه الزيت ماشي قلينا ماشي اون با فري غير باش ما نقلقش فوالا شحرت مزيان تنقليو بحال اللي فاش نديرو الطاجين ياك الوغ شرائح ديال الدجاج مع سكنجبير الثومه زدنا عليهم شرائح ديال الفلفله شويه ديال الجزر والبصله من بعد في اناء بوحديته غادي نخلطوا الصوجه مع الخل البيض ومع النشا غادي نزيدوها كلها على هذوك الشرائح هذاك الووك اللي درنا في الاول وعاد تنزيدوا البهارات اللي تكلمنا عليها طبعا هذا ووك لذيذ سهل اللي تقدروا تزيدوا عليه طبعا حبات ديال السمسم الزنجلان تيجي لذيذ وشويه ديال القزبر تيجي لذيذ بزاف بالصحه والراحه هذه طريقه من الطرق باش تناولوا لاصوص الصوجه تجي لذيذه بزاف